فيلمنا اليوم قصة حقيقية وصارت مع مضيفة الطيران الهندية نيرجا بهرات واللي كانت بعملها أثناء إقلاع الطيارة، بس مع الأسف تعرضت الطيارة لعملية خطف من قبل إرهابيين ومتطرفين، وما كان من نيرجا إلا قدمت كل الشجاعة والتضحية كرمال باقي الركاب. بيبدأ فيلمنا من مدينة كراتشي بباكستان بعام 1986، ومنشوف واحد عم بيراقب حركة الطيران وكأنه عم بيخطط لشي ما له منيح، وبعدها منشوفه راح لعند مطعم طلب من عنده 4 وجبات برياني وبيستلم الطلبية وبيمشي، بس الواضح انه مالها اكل ومخبي كارثة كبيرة بقلب الكياس. وبمكان تاني بالعالم وتحديدا بالهند بمومباي منروح للصبية اللطيفة نيرجا ونازلة من التاكسي، وبسبب لطافتها بيتمنى للشوفير يمد بعمره وتعيش سنين طويلة، بس نيرجا بتقله انه جمال الحياة لما تكون كبيرة مو طويلة، وبتتشكره للشوفير وبتمشي على صوت دعائه إلها بالخير والصحة، وبتوصل لحفلة خاصة بالأطفال الساكنين بنفس الحي وبتشغلهم الموسيقى، وفعلا بتقدر تنشر الحب والسعادة بين الحضور والأطفال، وبتصير تغني مع أبوها وأمها أغاني جميلة وترسم الضحكة على وجوه الأولاد. وبهي الأثناء بنرجع لكراتشي بباكستان لعند الشخص اللي أخذ الطلبية من المطعم، وبيفوت على مكان مبين عليه مقر لتنفيذ العمليات الإجرامية، وفعلا بيكون المكان مشبوه والكياس اللي معه مليانة بالأسلحة والرشاشات، وفي مجموعة كبيرة من القنابل ولباس خاص بعناصر الشرطة الباكستانية، حتى مجهزين حالهم بحزام ناسف، وبيتم توزيع السلاح والرصاص على عناصر التنظيم الإرهابي. وبالهند بتكون نيرجا رجعت على بيت أهلها بعد الحفلة ومبسوطين، وعم يتفرجوا على إعلان عرض الأزياء اللي عم بتأديه نيرجا وصار حديث البلد. وبالإضافة لعرض الأزياء بتكمل السعادة لما تخبر أهلها أنه رفعوها بالشغل من مضيفة الطيران لمراقبة للطيارة، وبعد السهرة بتفوت أمها لحتى تفيقها على الشغل لأنه عندها سفر بعد ساعة، وبتحضنها أما وبتطلب منها تترك وظيفة المضيفة وتتفرغ بس لعرض الأزياء، بس بتقلها نيرجا أنها بتحب شغلها ورح تبقى فيه. وبتقوم نيرجا بتجهز حالها وبتلبس أواعي الشغل وبتستعد حتى تسافر برحلة بدايتها من الهند ومرورها بكراتشي بباكستان والنهاية بفرانكفورت بألمانيا، بس ما بتعرف انه وجهتها الأخيرة رح تكون كراتشي ورح تنتهي عندها كل أحلامها. وبتسألها أما عن الخاتم اللي عملت لها إياه، فبتقلها نيرجا انه ضيعته وحاولت تدوري عليه بس اختفى، وبتقلها أما انه عملت لها الخاتم لحتى يحميها ويحافظ على سلامتها، بس بتقلها نيرجا انه المكتوب ما منه مهروب والقدر محتوم سواء لبسنا الخاتم ولا لا. وبيوصل الشوفير جاديب اللي رح يوصلها على المطار، وبتقلها لأمها انه رح يصدف عيد ميلادها 23 بفرانكفورت، وبتوصيها على فستان اصفر تجيب لها اياه كهدية لعيد ميلادها لما ترجع، وبتوعدها أما تجيب لها الفستان. وبيقول الاب لمرته انه حاسس بالذنب لانه زوج بنته لناريش مع انه الزوج المناسب إلها جاديب، وفعلا بيكون جاديب كل الطريق عم بيتغزل بنرجع، وبيقول لها انه كل ما بتسافر بيفتقد لصوتها وبيشتاق لها وما بيصدق ترجع لحتى يجيبها من المطار ويشوفها من جديد. واكيد بتكون نيرجا مبين عليها الفرح بالكلام الحلو من جاديب، وبتطلب منه يوقف السيارة قدام صورتها بعرض الأزياء، وبتقله كل ما حسيت حالك اشتقت لي تعال هون وتفرج علي. وبالمطار بيعطيها هدية صغيرة لعيد ميلادها وبيقول لها ما تفتحيها إلا بعد يومين لحتى يصير عيد ميلادك. وبيجوا كل زملائها بالشغل اللي هن كمان مبين عليهم الإعجاب بجاديب، وبيتمنوا لو كان سائق سيارتهم بمستوى جماله، وبيقنعوها أن تتجوزه وما تضيعه من إيده وإلا رح يخطفوه منها ويخلوها تندم لأنها ما استغلت الفرصة. وبتقول لرفيقتها تنسى تجربتها الفاشلة بالزواج وتعطي فرصة تانية للحياة، وفعلا بترجع لعند جاديب وبتعانقه وبتقول له أنه رح تشتاق له هي كمان. وبهذا الوقت بيكون التنظيم الإرهابي عم بينظموا العملية اللي هدفها يخطفوا الطيارة لقبرص ويضغطوا على الحكومة لحتى يتم الإفراج عن كل المساجين التابعين للتنظيم الإرهابي. وبيوصلوا على نقطة تفتيش المطار على أساس أنه من أمن المطار، وبيتجاوزوا الحاجز بحجة توصيل شخصية سياسية بهويات مزورة. توصل نرجع الطيارة وبتفوت لعند الكابتن بتعرفه على حالة وإنها مراقبة الطيارة، وبتقول له أنه هي أول رحلة إلها كمراقبة للطيارة، وبيهنيها الكابتن وباقي الطاقم. وبيوصلوا الركاب وبيطلعوا على الطيارة ومن جميع الأجناس والأديان وكل واحد فيهم عنده وجهة معينة، ومن بيناتهم في مجموعة أطفال خايفين من الطيارة، بس بتقول له نرجع أنه رح تعرفهم على الكابتن لحتى يتخلصوا من خوفهم. وبيتم توزيع الركاب على مقاعدهم وترتيب الحقائب، وبيسألها أحد الركاب إذا كانت صاحبة صورة غلاف المجلة، فبتقول له أنه هي وبتشتغل عارضة أزياء، ولحد هي اللحظة كل شيء طبيعي والناس مستعدين للسفر. وبيبدأ قائد الطيارة يحييهم ويعرفهم بنفسه باللغة الهندية.
الهندية بالرغم من معرفته لبعض الكلمات الهندية، وخلال الرحلة بتكون زميلتها غيرانة منها بسبب الهدية من جاديب، بس بتقطع اللحظة الحلوة ذكريات نيرجا مع زوجها السابق اللي كان يعاملها ببرود الكلام ويأمرها تنظف البيت وتخدمه هو ورفقاته. ووقتها خبرت أبوها أنه اتفقت مع جوزها تترك شغلة بعرض الأزياء، وطبعا بتكون عم بتكذب على أبوها اللي بيقول لأنه أنا علمتك تكوني قوية وشجاعة وما تتهاوني عن أي خطأ. وبتصحى نيرجا من ذكرياتها بالتزامن مع وصول الطيارة لكراتشي، بيكون التنظيم الإرهابي عم بيجهزوا حالهم ومعداتهم لحتى يستولوا على الطيارة، بس بيبين على واحد منهم الخوف والتوتر إما لأنه خايف أو لأنه لسه بقيان بقلبه شوية خير. وبالطيارة بيطلبوا من كل الركاب يربطوا الأحزمة ويستعدوا للهبوط بمدينة كراتشي، وبيخبروا المسافرين اللي مكملين رحلتهم على فرانكفورت يبقوا قاعدين بمقاعدهم. بتفتح نيرجا الباب للركاب النازلين بمدينة كراتشي، وبيدخل التقني عمران مهندس الراديو ليطمن انه كل شيء تمام بقمرة القيادة، وبنفس اللحظة بيقتلوا الارهابيين الحرس وبيقتحموا المطار وبيطلقوا النار على باقي عناصر الامن. وبتحاول نيرجا تسكر الباب مع زميلاتها، بس بيهجموا عليها الارهابيين وبيقتحموا الطيارة تحت تهديد السلاح، وفعلا بينشروا الرعب بين المسافرين وبينقلب المكان لفوضى. حتى مهندس الراديو عمران بيتخبى مع المسافرين. تستغل نيرجا الفرصة وبتتصل بكابتن الطيارة وبتخبره عن عملية الخطف، بس بيكتشفوا الارهابيين الموضوع وبيجبروها تاخذهم لقمرة القيادة، وبيكون الكابتن وزملائه قرروا يتبعوا بروتوكول الامان، ولما يكسروا عليهم الباب بيكون القائد فتح شباك النجاة وهرب مع باقي طاقم الرحلة. والمسكينة نيرجا بتتعرض للتعنيف لانها خبرت القائد بعملية الخطف. وبالبيت بتكون امها حاسة بشي غريب وكأنه عرفانة انه بنتها بخطر. بيعصب قائد التنظيم لما يعرف انه الطيارين هربوا من الطيارة، وبيزيد غضبه وحقده على الناس وبيأمرهم يتجمعوا كلهم بمقصورة واحدة لحتى يحكم السيطرة عليهم. حتى المضيفات بيتعرضوا للضرب بوحشية وكل الناس خايفين ورافعين ايديهم، وبيتفقوا اذا ما كان في طيار ليهربوا على قبرص انه يقتلوا كل الناس المسافرين. وقبل ما نكمل قصتنا ونعرف باقي الحكاية، دوس اللايك والاشتراك لتشجعنا على الاستمرار. بتخبر نيرجا الركاب عن اختطاف الطيارة وبتطلب منهم يتعاونوا مع الخاطفين وينزلوا ايديهم، بس بيعصب عليها الارهابي وبتقله انه لازم الناس يحسوا بالامان لحتى يقدروا يتعاونوا معك، وفعلا بيقتنع القائد بكلامه وبينزلوا كل المسافرين ايديهم. بتوصل مجموعة صغيرة من الامن ليتفاوضوا مع الخاطفين اللي بيأمروا كل الناس يسكروا شبابيك الطيارة، وبيطلبوا من نيرجا تخاطب المسافرين اذا في بيناتهم مهندس راديو ليقدروا يتواصلوا مع برج المراقبة، بس المهندس عمران بيخافوا ما بيرد عليهم. ولحتى يضغطوا على الحكومة بياخدوا نيرجا على الباب وبيهددوا بقتله اذا ما جابوا طيار لحتى يسوق الطيارة. وبهي الاثناء بتوصل قصة الخطف للهند، وبيتأثر الاب على بنته اللي ما بيعرف عنها شيء، وبيتصل بمرته حتى يخبرها بعملية الخطف، وبتنصدم الأم من الخبر على بنتها المسكينة. وليزيدوا الإرهابيين الضغط على الحكومة بيقتلوا شخص أمريكي من أصول هندية، وبتنهار نيرجا من شدة المنظر وبتفقد أعصابها. وبالحمام بتتذكر ضغط جوزها عليها وعصبيته الدائمة وكيف قدرت تتجاوزه، وبتقوي حاله وفعلا بتواجه الإرهابي بدون خوف. حتى بتقرر تقدم المي والأكل للناس، بس بيمنعها زعيم العملية وبتقله أنه هي عم تعمل واجبها مثل ما أنت عم تعمل واجبك. ولتاني مرة بتقدر بذكاء تسيطر على الموقف. بمركز القيادة بتتوصل المخابرات أنه الإرهابيين تابعين لجماعة نضال، وغرضهم يحاصروا الرهائن بمقابل إطلاق سراح مساجين تابعين لنفس التنظيم. وليعبروا عناصر المجموعة عن جديتهم بيقرروا يقتلوا جزء من الرهائن، ورح يبلشوا بكل الأشخاص الحاملين لجوازات سفر أمريكية، وبيطلبوا من نيرجا وباقي المضيفات يلموا جوازات السفر من كل الرهائن، بس بتقول لرفقاتها يلموا كل الجوازات عدا الجوازات الأمريكية. وفعلا بيبدأوا يجمعوا الجوازات من المسافرين وبيتخلصوا من كل الجنسيات الأمريكية أو بيوقعوهن تحت الكراسي لحتى يحافظوا على سلامتهم من القتل. وبعدها بيفتشوا الإرهابيين جوازات السفر وبيكتشفوا أنه ما في أي جنسيات أمريكية. بيعصب القائد على نيرجا وبيشك أنه في مؤامرة، لهيك بيقرروا يقتلوا كل الركاب الحاملين لجوازات سفر بريطانية. وبالهند بتكون الام عم بتتابع اخبار بنتها وتضل متماسكة ومتأكدة انه بنتها رح تطلع من هالخطر وترجع لهم. حتى بتقرر تروح وتشتري لها الفستان الاصفر لتعطيها اياه بعيد ميلادها. وبالطيارة بيبدأوا يدوروا على حامل جواز بريطاني لحتى يقتلوه، وبيهددوه بالسلاح قدام عناصر الشرطة اللي بيطلبوا من الارهابيين يدوروا على مهندس راديو على الطيارة اسمه عمران ليسهل عملية التواصل بيناتهم. وبيصرخوا على اسم عمران، بس بيكون خايف واخيرا بيعترف باسمه، وبيتم ضربه لانه ما اعترف على اسمه من البداية، بس إنسانية نيرجا ما بتسمح لها توقف بدون ما تحاول تحميه. بياخدوه لعمران ليكون صلة الوصل مع الشرطة، بس من خوفه بصير يرجف وما بيقدر يقول شيء. وبيتم معاقبة نيرجا انها تغني وهي خايفة وعم تبكي حتى ما حدا يموت من الركاب. وبلحظة ضعف بتتذكر حياتها مع أهلها وأيام طفولتها وأمها اللي عم تستناها،
وبتستمد قوتها من الضعف اللي بعيون المسافرين، وبتمسح دموعه وبتقرر تواجه الإرهابيين بأي طريقة. وبهي اللحظة بيتم إعدام عمران وإطلاق النار عليه، وبتقوم نرجلة تنفذ خطتها وبتبدأ توزيع الأكل على الناس، وبتعطي أحد الركاب كتاب ليعرف كيف يفتح باب الطوارئ عند الإشارة. وبسبب خطورة الشيء اللي رح تعمله بتقرر تفتح هدية جاديب قبل ما يصير عيد ميلادها، لأنها ما رح تضمن تعيش لهداك اليوم. وبتلاقي إنه كتب لها فيها رسالة عم بيعبر لها عن حبه وقديش هو مشتاق لها وعم بيفكر فيها، وبنهاية الرسالة بيطلب منها الزواج ويعيشوا بقية حياتهم مع بعض. وبنفس الوقت جاديب عم يبكي لحاله بحزن وخوف على حبيبته اللي محتجزة من قبل الإرهابيين. وفجأة بتنطفي إضاءة الطيارة وبتشتغل أضوية الطوارئ، وبيعتقد التنظيم إنه رح يتم مهاجمتهم من قبل الحكومة، وبيفقدوا أعصابهم وبيبدأوا إطلاق النار بشكل عشوائي على كل المسافرين، وبيقتلوا عدد منهم من دون أي شفقة أو رحمة. وبتستغل نرجة الفوضى وبتفتح باب الطيارة للناس ودرج الطوارئ، وبيتم تهريب أكبر عدد من الرهائن. وكمان بتقدر تطلب من المسافر اللي اتفقت معه يفتح باب الطيارة الاحتياطي ويزيد تدفق الناس خارج الطيارة، بس نيرجا بتقرر تضل وتنقذ كل الموجودين بدون ما تفكر بحالها أو حتى بأهلها. وفعلا بترجع بتنقذ الأطفال بس بيشوفها الإرهابي وبتغطي الأطفال بجسمها وبيضرب عليها المجرم عدة رصاصات من دون أي رحمة، بس بتقدر تنقذ الأطفال وتنزل على الدرج وبيتم نقلها فورا لسيارة الإسعاف. بالبيت بينهاروا إخواتها عليها، بس الأم بتضل متأكدة ومتماسكة من صميمها إنه بنتها رح ترجع. وبعد يومين من الحادثة بيكون عيد ميلادها، وامها نايمة على سريرها حزينة، وبتطلع مع جوزها وولادها ليروحوا يقابلوا نيرجا. وبيرجعوا كل الركاب لأهليهم إلا نيرجا اللي بترجع لأهلها بتعبوت خشبي وجثة باردة بعد ما ضحت بنفسها لتحمي الناس الأبرياء. ومن حزن امها بتغطيها بالفستان اللي جابت لها اياه بعيد ميلادها، وبدل ما يكون يوم فرح انقلب لذكرى سنوية تعيسة ومؤلمة، وبيرموا أهل رمادة بالنهر. وهي الصورة الحقيقية لنيرجا، واستلمت بعد موتها أعلى وسام للشجاعة بالهند من رئيس الدولة، ووسام الإنسانية الممنوح من باكستان، وجائزة العدل الدولية ضد الجرائم من الحكومة الأمريكية. وظلت الحادثة تاريخ مؤلم بذاكرة الهند بعام 1986، وقدرت نيرجا بالنهاية تنقذ 359 شخص من أصل 379، وتمت محاكمة الإرهابيين الأربعة بالسجن مدى الحياة. ولهون بينتهي فيلمنا. إذا كنت جديد بالقناة ما تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. منشوفكن بفيديو جديد إن شاء الله.